تعالوا نكون فيما يلي مع هوية المنتصر في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي ما زال مبكرا للتكهن به. تنضم إلينا مديرة مؤسسة أصدقاء مساواة في الولايات المتحدة سهى سلمان موسى. تحياتي سهى. صباح الخير لك ولجميع المستمعات المستمعين. لم تكن حتى الآن امرأة رئيسة للولايات المتحدة، هل من الممكن يعني لكمالا هاريس أن تصنع التاريخ؟ يعني هناك احتمال. أنا استمعت للمقابلة مع أستاذ محمد دراوشي، ويعني هناك تقدم لكامالا هاريس بالاستطلاعات على صعيد كل الولايات، وليس فقط كل ولاية، يعني ما يسمى بالناشيونال فوت. هناك تقدم ضئيل 1.4 حسب أي استطلاع أنت بتشوفه، ولكن ممكن أن تكون هاي يعني مرحلة تاريخية مهمة جدا في الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة على مدار السنوات لم تستطع أي امرأة حتى لو كانت بيضاء من أنها تكون رئيسة الولايات المتحدة. فممكن أن كامالا هاريس نتيجة للوضعية اللي موجودين فيها، بما أن هي يعني بدلت بايدن وهو تنحى عن الترشيح، وأن ترامب وما يلفه من يعني كمان مسائل جنائية من المحاكم، وأيضا هناك دعم أقل مما كان عليه بال2016. فممكن أن يكون هي مرحلة تاريخية لكمالا هاريس، امرأة سوداء في البيت الأبيض. هم يريدون كمالا أم لا يريدون ترامب؟ يعني سؤال مهم. هل التصويت هو التصويت بفضل صفات الإيجابية الموجود عندها، كل الخصال، كل الصفات القيادية، خاصة أنها هي مرشحة اللحظة الأخيرة، يعني فقط بعد تنحي بايدن تنهاجت، أم أنه رفضا لمن كان رئيسا دونالد ترامب بكل سلوكياته بكل شخصيته اللي شوي كانت استثنائية؟ بتعلق مين بتسأل، أي فئة من المجتمع الأمريكي بتسأله. يعني إذا بنحكي عن المجتمع الفلسطيني أو الجاليات الفلسطينية والمسلمة والعربية، هناك في تباين كتير كبير بالآراء وبالتوجهات. يعني 40% من الجاليات العربية والمسلمة والفلسطينية رح يصوتوا لهاريس، 40% ممكن أن يصوتوا للحزب الثالث. لماذا؟ لأنه عقاب للديمقراطيين ولبايدن شخصيا على كل الدعم الغير مشروط لسياسة الحكومة الإسرائيلية والحرب على غزة. 10% فقط منهم اللي هم معنيين يصوتوا لترامب حسب الاستطلاعات الأخيرة، يعني وخاصة في ولاية ميشيغان. إذا بنفحص بكل ما يتعلق في النساء البيض، خاصة في الضواحي، في الولايات اللي كانت بشكل جارف تصوت للجمهوريين ولترامب بال2016، نتيجة لقانون الإجهاض ونتيجة للقوانين ويعني كل ما يتعلق في حرية المرأة، هاي النساء خاصة المستقلات منهن، هناك في موجة للتصويت لكامالا هاريس. وشفنا هاي الشغلة بولاية أيوا قبل كم يوم، كان في هناك استطلاع اللي بيحكي انه كامالا هاريس ممكن ان تفوز بولايه ايوا. صحيح ان التقارب، يعني الاستطلاع متقارب جدا، ولكن نتيجه لوجود النساء الموجودات هناك البيض بالذات. نعم. اذا بنحكي عن الرجال السود مش انه ما عم يدعموا هاريس، ولكن نسبه دعمهم لهاريس اقل بكثير من كيف كانت نسبه دعمهم لبايدن بال2020، نتيجه لانها كانت داعية عامة في كاليفورنيا وزجت بكثير من الرجال السود على جنايات على مخدرات، اللي هي حاليا بتقول انه يعني ما كان في حاجة انه يفوتوا على السجون. فهاي الامور مهمة انه نتطرق لها، لانه بنهاية المطاف هاي الامور اللي بدها تحسم هدول الناس، هدول الفئات موجودين في الولايات المتأرجحة، والولايات المتأرجحة بنهاية المطاف هي اللي بدها تحسم المعركة الانتخابية. يعني حاليا بنشوف انه في تقدم بولايات معينة لكامالا هاريس، ولكن في مثلا ولاية بنسلفانيا احنا بنحكي الكل بيحكي بتعرف عن بنسلفانيا، ليش؟ ليش؟ يعني شو السر في انه وكأنه كل الولايات المتحدة بكل ما فيها من سكان وعشرات الملايين مئات الملايين يتحدثون عن بنسلفانيا بالذات، لماذا؟ احنا بنعرف انه طريقة الانتخاب في الولايات المتحدة هي مش قديش الشخص باخذ عدد اصوات من كل المصوتين، انما حسب المجمع الانتخابي اللي ممثلين عن كل ولاية وولاية بيبعتوا اصواتهم بحسب فوز المرشح في كل ولاية. ليش بنسلفانيا؟
لأنه بنسلفانيا هي واحدة من الولايات المتأرجحة، وهي عندها أكبر عدد من الممثلين في هذه الولاية. يعني بنسلفانيا عندها 19 ممثل أو ما يسمى بالإلكتورال فوت. أصغر ولاية هي نيفادا عندها 6. يعني إذا بنسلفانيا وترامب بيربح بنسلفانيا، كل ال 19 بيجوا له. بيروحوا لترامب. فعشان هيك وحاليا حسب الاستطلاعات بنسلفانيا متعادلة، ما في أي تقدم لأي مرشح، وعلشان هيك الكل عم بيحكي بنسلفانيا. وعلى فكرة آخر 24 ساعة هناك في تواجد مكثف جدا من الحزبين في ولاية بنسلفانيا حتى يستقطبوا أكبر عدد من المصوتين. في نهاية المطاف شو اللي راح يحسم الانتخابات؟ هل في ورقة بتعرفي دائما في كل انتخابات في ورقة اللي هي بتكون أكثر سخونة أو حسما من أوراق أخرى؟ في الولايات المتحدة في ورقة معينة ولا هي مجمل لمعايير؟ يعني نحكي على كل موضوع، إذا بنحكي على الأوراق اللي هي موجودة على يعني مطروحة على الطاولة للناخب الأمريكي، الورقة المهمة جدا هي ورقة الوضع الاقتصادي وأماكن العمل. هاي الإشي اللي أساسي اللي بيأثر على مجمل الناخبين في الولايات المتحدة. إحنا صحيح بنحكي إنه الجالية العربية تأثرت من الحرب، إحنا صحيح بنحكي على موضوع الإجهاض، إحنا يعني في هناك عدة مواضيع عينية، ولكن إذا بنحكي من ناحية نسب قديش بتأثر على الناخب الأمريكي، هي كل موضوع الوضع الاقتصادي ويعني شو المرشح عم يوعد الناخبين بتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. الحزب الديمقراطي تاريخيا هو معروف انه هو مع العدالة الاجتماعية، هو مع الحقوق للأقليات، هاي تاريخيا الحزب الجمهوري معروف او يعني باللاوعي عند الناخب الأمريكي إنه الحزب الديمقراطي هو أولاً كل ما يتعلق بالمحافظة على قيم تقليدية، وعلى فكرة المجتمع الأمريكي هو مجتمع تقليدي ومحافظ وذكوري في أغلب الأحيان، عشان هيك ما في عندنا امرأة في البيت الأبيض، وأيضاً كل ما يتعلق في القوة الاقتصادية. يعني هني بنظروا للحزب الجمهوري إذا كان هو الرئيس أو من يمثلهم في الكونغرس والسنات كقوة اقتصادية، وهذا ما يهم الولايات المتحدة والناخب الأمريكي. على فكرة ترامب بعدة تصريحات لإله إنه هو بولايته بال 2016 كان هناك ضرائب جمركية على الصين حتى يكون في هناك أكثر أماكن عمل في الولايات المتحدة، هو عم بيقول إنه رح يطرح أيضا ضرائب أكثر على كل موضوع الاستيراد من دول أخرى حتى يشجع الصناعات في الولايات المتحدة. في هناك يعني هذا السبب ذو حدين. ليش؟ لأنه صحيح إنه يمكن يفتح أماكن عمل مختلفة في الولايات هناك، ولكن إنك تعمل ضرائب كبيرة على استيراد مواد معينة، اللي على سبيل المثال المزارعين في ولاية أيوا هن مستائين من هذه التصريحات، لأنه راح تضر على لهم أو تضر عليهم بشكل سلبي بكل ما يتعلق بعملهم وبالزراعة وأيضا كمان عمال المناجم. يعني الورقة الأساسية أنا بنظري هي عن جد الوضع الاقتصادي، وأيضا إذا كل موضوع الهجرة، ولكن هي تأخذ حيز أقل لأنه بنهاية المطاف المهاجرين طيب. نسبهم أقل من باقي المصوتين. باختصار سهى، هل يعني بشكل أوتوماتيكي العرب بصوتوا هناك للمرشح الأسود كونهم يتعاطفون مع الأقليات، ولا ليس بالضرورة ممكن يكونوا ترامبيين بامتياز؟ سؤال يعني عن جد ما فيش أبيض وأسود بهاي الإجابات، لأنه بتعلق مين الجاليات. على فكرة إحنا بمؤسسة أصدقاء مساواة عملنا قبل أسبوع ندوة مع الجاليات الفلسطينية الموجودة في الولايات المتحدة حتى نسمع آرائهم ونشوف كيف إني بيشوفوا الأمور وكيف عم بيفكروا وين توجهاتهم. واتضح إنه بنهاية الندوة ما طلعنا بجواب واضح، لأنه التباين كتير كبير، والتباين بين الجاليات نفسها وبقلب الجالية نفسها. يعني مثلا الجالية السورية هي بهمها يعني ممكن تصوت لترامب لأنه نتيجة للوضع الموجود كان، أو لأنه هن مثلا ضد النظام السوري. الجالية اليمنية نفس الشيء، حتى بالجالية اليمنية في انقسام ذاتي يعني داخل الجالية نفسها بكل ما يتعلق بكل يعني إذا بدهم يصوتوا لترامب ولا لا. فصعب أجي أقول إنه العرب رح يروحوا
بشكل جارف مع كاملا هاريس لأنها يعني هني سوداء، كمان، هني كمان خصوصا انه بصوتوا حكينا بناء خصوصا على انه ميول لا خصوصا كمان. ميول لا لانه خصوصا حكينا انه في هناك عقاب من الجاليات العربيه والمسلمه على كل موضوع بايدن والحزب الديمقراطي خلال السنه الماضيه، كيف عشان هيك تصرفوا؟ في تصويت، عشان هيك في تصويت للحزب الثالث بشكل اكبر من سنوات سابقه. انت زي محمد كمان مفكر انه ممكن هارس تفوز؟ تتوقعي؟ أنا على فكرة قبل المقابلة هيك قعدت أطلع على الولايات وأشوف أعمل حسابات هيك، قعدت أعد كل ولاية قديش ممكن شو طلع معك؟ الإلكترال فوت طلع معي، وحسب شو الاستطلاع يعني أنا من إسا بقول إنه هاي أرقام اللي هي لا غير واضح واضح. يعني حسب طلع ترامب إنه هو ممكن يعني يفوز أكثر بالإلكترال فوت، يعني الفرق هو بين 233 لترامب و225، طبعا عشان يفوزوا لازم يوصلوا للمينيموم 270، نعم فعشان هيك الولايات المتأرجحة بالذات بنسلفانيا راح اللي فيها تقرر. 19 عضو بالضبط. شكرا جزيلا لك سهى سلمان موسى، مديرة مؤسسة أصدقاء مساواة في الولايات المتحدة، على هذا التحليل. يعطيك العافية، شكرا. شكرا لك.